صدر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، ويعني رائد نتابع هذه التحركات بالنسبة للأسواق اليوم، وعلى ما يبدو أن الأسواق متخوفة. والسؤال الآن، يعني هذا التخوف هل هو في محله؟ هل الفيروس فعلا يمثل مثل هذا التهديد؟ يعني تراجع النفط 2%، تراجعات على العقود الأجلة للأسواق الأمريكية، أيضا تراجعات أكثر من 2% في اليابان اليوم. طبعا بلا شك هذا الوضع السيء الذي يفرضه هذا الفيروس على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد الصيني ممكن أن يتجاوز مزيد من الضغط على الاقتصاد العالمي، ونحن نركز بشكل أكبر على أن هذا الضغط قد يتولد بنتيجة الضعف الأكبر في الاقتصاد الثاني أو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الصيني، والأمر لن يتوقف عند هذا المرحلة السلبية التي يمر بها حاليا، إنما الأنظار نحو تفاقم هذا الوضع واستمرارية ضغط هذا المرض بالفترة القادمة. وأيضا يجب أن يكون هناك نظرة على يعني كيفية احتواء هذه الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على النمو العالمي. أيضا ممكن أن يكون هناك ديدكشن أو تخفيض جديد على النمو العالمي، وهذا التخفيض مرد إلى أن الربع الثالث بكامل وممكن أن تتأثر فيه نتائج الشركات إجمالا، وممكن أن يضغط الاقتصاد على الاقتصاد الصيني ويفرض معدلات نمو قد تصل إلى 5.4% بدلا أن كانت الاستهدافات عند 6%. نحن نتحدث عن الاقتصاد الصيني حاليا هو متسبب الضرر أو الذي يتلقى الحصة الأكبر من الضرر، ولكن انتشار العدوى واستمرار هذا الفيروس في التأثير على الاقتصاد العالمي وظهور مزيد من الحالات تماشيا مع الماضي أو التاريخ الذي كان في مرض السارس، ممكن أن يؤثر ذلك على أداء الأسواق العالمية بشكل عام، وأن يستمر لمدة قد تتراوح من تقريبا 5 أشهر حتى 10 أشهر تأثير السلبي لهذا المرض وتأثيره على قطاعات الأعمال على وجه التحديد. نعم رائد، لكن الذهب يعني واضح أنه أيضا ما زال في تمركز كملاذ آمن عليه، هل مزيد من المكاسب يمكن أن تتجه إلى الذهب هذه الفترة، وإلى أي مدى مستويات 1700 بقت قريبة برأيك مع استمرار يمكن عدم وضوح كيف ستتعامل الدول الآن مع هذا الفيروس؟ طبعا نحن في عندنا توجه نحو الملاذات بشكل عام وعلى رأسها الذهب، لكن قوة الدولار الأمريكي ممكن أن تفرض بعض الحدود على تحركات أسعار الذهب. نحن نتحدث عن الدولار الأمريكي يرتفع بنتيجة الطلب على السندات الأمريكية أو الطلب على الملاذات الآمنة، وبالتالي عمليات بيع أيضا للأصول ذات المخاطر المرتفعة، وبالتالي ذلك يحد بعض الشيء من توجه الذهب لارتفاعات أكثر حدة. ومع ذلك ممكن أن يصل إلى مستويات تفوق 1620 إلى 1650 دولار للأونصة، 1700 ممكن تأتي على المدى المتوسط إلى الطويل ميسا، ممكن يعني مع منتصف العام أن نصل إلى هذه المستويات، ولكن الآن التصرف الذي تسلكه أسعار الذهب ممكن أن يتم تصحيح الفني وإغلاق الفجوة التي كانت قد افتتحت بها أسواق الذهب، ومن ثم مع افتتاح الأسواق الأمريكية ونتيجة الضغط على الداو جونز والمؤشرات الأمريكية بالإعلان الحالة الخامسة كما ذكرتم، ممكن أن يعود مجددا للضغط والاتجاه الصاعد الذهب، ولكن هناك محددات لحركة الذهب بنتيجة أيضا وجود الطلب على الدولار الأمريكي في الفترة الحالية، ولكن مع انتشار أو تفشي المرض بشكل أكبر ممكن حتى ذلك يضغط على الدولار الأمريكي ويضغط على الذهب بالاتجاه الصاعد ويخترق مستويات أعلى. لكن نحن يعني الهدف التالي الذي ننظر إليه هي القمة السابقة عند 1611 دولار للأونصة، هل ستصمد تلك القمة أو سيتمكن من إضافة مزيد من الدولارات على أونصة الذهب؟ شكرا لك دائما رائد الصدر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا على هذه المحاضرة. We'll be right back.